على صعيد آخر سيادة الفريق، كيف رأيت الجهود المصرية تحديدا لحل هذه الأزمة بشكل عام، أزمة السودان، وبشأن تحديدا استقبال السودانيين؟ أولا هذه فرصة طيبة أن احنا نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل حكومة وشعب مصر. هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم. في كل محنة تصيب السودان هم أقرب ناس، هم دوما إلى جانب الشعب السوداني. احنا بنحييهم ونشكرهم، وهذا الأمر ليس بغريب عنهم وليس ببعيد منهم، لهم الشكر ولهم التقدير.